أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطط مستمرة في النمو والتطوير في كافة قطاعات صناعة البترول. خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022، أوضح الملا أن التطور الذي يتحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي أصبح قيمة مضافة ومواكبا لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات. هذا وقد أجرى طارق الملا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ناتا، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب خطط التوسع في الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل.